طيب هسألك بقى على الديمو داي. اوكي ايه هو الديمو داي للمشروعات المتخرجة من حاضنة أعمال كلية الاقتصاد تحت رعاية الدكتور الخشت رئيس الجامعة؟ طيب زي ما قلت لحضراتكم كده، احنا بنقدم خدمة من الخدمات الثلاثة اللي احنا بنقدمها. هي خدمة الاحتضان. فدورة الاحتضان بتبتد 6 شهور بنشتغل فيها مع الشباب والمشروعات الناشئة، ان احنا نطور نموذج اعمالهم، نعمل لهم بقى برنامج يعني متفصل على لكل مشروع عندنا. فاحنا عندنا 12 مشروع، فمش كلهم بياخدوا نفس الحاجة. كل واحد فيهم على حسب احتياجات كل مشروع بياخد برنامج متخصص بنعمل له بقى تحليل الاحتياجات، ونبتدي نعمل له نشوف بقى مين الخبراء اللي ينفعوا يساعدوه في المجال بتاعه، ايه الاجزاء اللي ناقصه عنده علشان يقدر يكملها وكده. ده بالنسبه لل 12 مشروع، ده على مدى 6 شهور. فالمجهود ده لازم نحتفل بقى بتخرجهم في يوم ده. فديمو داي هو يوم العروض او اليوم اللي بنخرج فيه المشروعات، بنعمله في احتفاليه بندعو فيها مجموعه من مختلفه من الجمهور، سواء كانوا من مستثمرين، من ناس مهتمه برياده الاعمال، من مشروعات ناشئه قبل كده اتخرجت من عندنا، يعني جمهور متنوع بيسمح للشباب دول ان هم يعرضوا افكارهم، فيسمح لهم بحاجه اسمها النتوركينج او التشبيك، وبالتالي فممكن يحصلوا على استثمار بعد اليوم ده، لانه بيبقى فيه مستثمرين حاضرين بيقدروا يعملوا شراكات مع مشروعات تانية، وده يساعدهم على ان هم يكبروا مشروعهم وخلافه. يقدروا بعد كده يشتركوا في مسابقات اخرى لانهم بيتعرفوا بقى على جهات. واضح ان اليوم ده مهم وفيه تفاصيل كتير.